احنا محتاجين نغير طريقة تفكيرنا في كلمة نجاح. الغرب بره او العالم كله بيقيم النجاح شخصي فردي. احنا علشان ممكن زي ما سوير بتقول عندنا مشكلة في ان مجتمعنا مقيد للمرأة، ما بيديهاش حقوق او ابتدت تاخدها على كبر زي ما بيقولوا، فابتدت ان هي تربط النجاح بالاخرين. لكن عايزينها على بلاطة، الست الناجحة هي اللي بتعمل اسمها بنفسها، الست الناجحة هي اللي بتقرر هي عايز تعمل ايه. انا ممكن ابقى ما هو مش برضى هنفترض ان بالاوبشن نمبر 2 ما يقللش منك، مش هو بس مش هو ده. مش المجتمع عشان كده العالمي كل الانساني، المجتمع عارفه، عشان الانساني كده، عشان كده الانترو، شخصيات مختلفة. عارفه عشان كده الانترو معمول ازاي. الفكره اللي احنا كنا بنتكلمها ان احنا دايما حاطين نفسنا احنا ستات ناجحه عشان بعرف اطبخ، عشان بربي عيال، عشان بدلعه، عشان بحضر بداله المناسبات السعيده لا وهو ده اصله هي رجله دي، عندها كل لا فمش لا قادر يروح، دي استفهامات علشان ودي بروح اعمل له، كتالوج، عشان بروح ده اعمل له كتالوج حطه رخصه المجتمع العربيه اللي هو ممكن وكتالوج. يعملها على ايوه ده الموبايل. ما كتالوج انا غير عارفه، صحيح. انا فاهمه محتاجين ان الراجل والمجتمع يغيروا، والست قبلهم بالظبط تغير كده. وجهة نظرها في نفسها وفي اذا استحقاقاتها. ونجاح اي نجاح لاي مجتمع ولاي فرد ان انا ابقى واخد حقوقي كانسان مش كذكر او كانثى، تمام، ان انا بقى عندي مستحقاتي واخده فرصي واخده حقوقي كانسان مش كواحده ست، وما يتمش وماذا تقييمي تفعل؟ بما يراه المجتمع الدور المثالي اللي المفروض تكون وماذا عليه الست تفعلي او بقى الام. الحقوق؟ هو ده مؤشر النجاح، مش فقط اني اخد الحقوق واقعد بيها ما اعملش حاجه، لا انا عندي حقوق هستغلها. لكن من هنا ورايح احنا عايزين نكسر تابو بتاع الست الناجحه لما ابقى جوزي راضي عني، الست الناجحه لما ابقى طباخه شاطره، الست الناجحه لما اطلع الدكتور والمهندس. انتي حلوه قوي، كتر خيرك، عايزه الحياه دي خديها، بس اوعي تعتبري ده نجاح، ده تاديه دور جيد لانجاح الاخرين. اي بس لو هنطلع انت فاصل. شايفاه نجاح هو نجاح. طب ماشي، طب انا بس بقول لها ده معناه ايه؟ هي حابه بقى تقتنع بيه، حر يعني. انا قلت وجهه نظري، انتي مش مقتنعه بيه، تمام، انا ما عنديش اي اعتراض، بس هو ده طريقه التفكير ممكن تكون اوت اوف ذا بوكس. هنطلع فاصل عايزين بس قبل ونرجع ما بعد نطلع الفاصل. فاصل نقول واجب العزاء في مسقار كبير جدا محمد سلطان، رحلة رائعة. يمكن محمد سلطان يا مفيدة من اسكندرية، ده راجل جميل واعتقد ان هو الله كان يرحمه عنده حلم ان هو يبقى نور الشريف، وهو كان وسيم جدا بس جدا. كان عنده موهبة تانية، وده يدينا برضو رسائل كتيرة جدا ان انا ممكن انجح في حاجة تانية. كان عنده موهبة في الموسيقى كملحن، حتى هو كان صوت حلو بس ما نجحش كصوت. رحلة طويلة جدا، فايز الله أحمد يرحمه، يعني أنا بعشقها كانت وش سعد علي، عملوا حاجات رائعة جدا جدا. ألف رحمة ونور لكل الأرواح الطيبة المبدعة اللي بتفرقنا.